وكلنا الغريبة الغريبة ان احنا كلنا عارفين كده ومش عارف كل واحد فينا مش عايز يصدق ليه، يعني كل واحد فينا مش عايز يقتنع ان الكلام ده مش بتاعنا والكلام ده دخيل علينا وده فيه كانت بتلعب معانا. لا لا كل واحد مفيش الكلام ده. يا جماعة يا مينفعش يا دم 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 المسلم على المسلم حرام حرام. شوف بقى كلمة حرمانية اللي أنا بقولها، أي واحد يقول لما واحد يقول لك بتاع يا جدع حرام عليك تقول له لا ما تقولش حرام، ما تحرمش حاجة أنت ما ربنا ما حرمهاش، لكن دي نازلة كده حرام. دم المسلم على مسلم حرام. أمال إحنا بنروح نصلي ليه بقى في الجامع بقى؟ ان شاء الله دلوقتي الشيخ احمد عبد الصمد جاي وهيوصل هيحضر الدفن الناس اللي هم توفوا وهيجي علينا ان شاء الله. الراجل تعهد على نفسه وهو قال انا متحمل هذا العهد ان انا مفيش لمده 3 ايام مفيش اي حاجه هتحصل ان شاء الله تهدئه للناس لغايه احنا ما نقعد ونوصل لاتفاق ان شاء الله ونوصل لحل ونوصل للحقيقه اللي هي ونبقى كلنا مقتنعين بالحقيقه. انا عايز اتفضل يا دكتور. لا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا طبعا حديثنا مع بعض كلنا بنواسي بعض وفي النهاية في بلدنا واهلنا عزاز علينا، بلدنا محبوبة بالنسبة لنا واحنا بنعتز بيها، نفخر ونباهي بانه احنا كبرنا سابونا رصيد، هذا الرصيد اللي احنا بنبالغ ونفخر بيه ان احنا ناس طيبين ناس محترمين ناس ودودين، الناس بتحب تزورنا الناس تذكرنا بالخير دايما. يعني النهارده في شخصيات لدى امنيه احد اسباب الازمه اللي احنا فيها، علي اكبر النهارده ان هي تدير الازمه ما زالت كسوء رجال امن او كلام بخصوص الحدود الامنيه زي يعني بعد الخاصه. انا النهارده بعد القعده اللي كانت مع السيد مع المهندس سياده المهندس مريم محمود والسيد اللي هو عادل نبيل ولطيف من الهداف في مصر كان زين وضحنا في تفصيل في جهاز الامن كان المفروض صدر قرار قوي في تعامل بآليه جديده ولكن ذلك لم يحصل. النهارده دليل على كده النهارده بعد اذن حضرتك وقلنا حذرنا واعتقدنا في القعده يا جماعه في سبيل ده في قطع طريق في شغال النهارده على الفضائيات عمليه دخلت النهارده المبين وقيادات النوبه اللي انا بحمل المسؤوليه الكارثه اللي احنا فيها ومنهم ناس مسؤولين هو اللي مع حضرتك. النهارده بيرتقوا المنابر الاعلاميه تدعو بقى ان هو تحول الصراع اول حاجه لصراع سياسي، تعاملنا ان احنا جناح عسكري للاخوان المسلمين وان بني ادال وان بني ادال هي اللي سبب الازمه وهي بني ادال هي اللي احتكت بينا وهي النهارده والنادي النوبي بياخد مؤتمرات صحفيه. احنا اول حاجه طلبنا بيها سيادتك وقف تام وهم التزام تام بعدم الجهاد بعدم ظهور الفضائيات على الاقل في الفتره دي. النهارده ابتدوا بقى هم استفزازات نشر الصور اللي يوسف اللي مثل بيها دي. النهارده الصبح على فكره تجدد الاشتباكات اللي برضه في نفس عند الناس، ايه السبب فيها؟ اللي هم طالعين دلوقتي على الفضائيات بيقولوا ان سبب الاشتباكات ان هم جوا الينا
رجولي النهاردة الصبح فلت تحديدا كان في واحدة عايزة توضع كمان في قرى عوضة في شارع في قرى عوضة ملاصق لمدخل الشعبية أو أول مدخل اللي بيسكنوا فيه النوبيين.